السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا بكم من جديد. أشرف اليوم إذن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية السيد عبد المجيد تبون أشرف على مراسم استقبال رفاة جماجم 24 شهيدا من شهداء المقاومة الشعبية بأرضية مطار هواري بومدين الدولي قادمة من فرنسا على متن طائرة عسكرية وبمرافقة طائرات عسكرية مقاتلة، حيث أقيمت لهم التشريفات العسكرية التي تليق بتضحياتهم الجسام والتي رافقها إطلاق 21 طلقة مدفعية وتحية من السفن الحربية التابعة للقوات البحرية وإنزالا جويا للمظليين المغاوير بالرايات الوطنية. وبعد التشريفات العسكرية التي أقيمت لاستقبال رفاة الشهداء، تم ببهو القاعة الشرفية للمطار تلاوة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة، وعزف النشيد الوطني بمقاطعه الخمسة. ها هم رفاة رجالات الجزائر البرر المقاومون الأبطال في سماء الوطن، يرافقهم حفدتهم المخلصون من صقور قواتنا الجوية للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. رمز قوتنا وسيادتنا وعنفوان الجزائر السيدة، وكلهم عزة وفخر بنيل شرف مرافقة أسلافهم، مؤكدين وفاءهم اللامحدود لتضحيات شهدائنا الأبرار عبر التاريخ، مجسدين التزامهم الأبدي بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسكينة وطمأنينة شعبه مهما كانت الظروف ومهما اشتدت الخطوب والمحن. اللهم لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ربنا.